المباراة طارت من جامعة الأزهر. الأسئلة كانت سهلة ولكن كانت بتطير مننا بسبب سرعة عدم تركيز. الماتش ده كان درس قاسي لجامعة الأزهر. كانت عندي الإجابة بس كنت مترددة أن أنا أجاوبها. الكاف وسعت، ضربات الجزاء حسمت الموضوع. الحمد لله قدرنا نفرق عن فريق جامعة الأزهر. الهدف الأول فكرت فيه كويس وقلت الإجابة على طول. كان عندنا مسؤولية كبيرة أن أنا أكسب الفريق بتاعي لو أنا جاوبت السؤال صح. كانت إجابتي صح. نروح نشوف عجلة الحظ وإيه اللي هيحصل، مين هيجمع نقط لصالح تطوير مستشفيات في مصر. خلينا نروح نشوف.